تاني حاجة هنتكلم عليها هو الاتصال المغناطيسي أو الماجنتيك كابلينج. الاتصال المغناطيسي طيب ده بيحصل ازاي؟ ده بيحصل نتيجة تغير التيار في الملف أو التردد اللي الخاص بالتيار اللي موجود عندنا في الملف بيكون عالي، زي ما احنا شايفين في الدائرة اللي قدامنا دي. خلال الترانسفورمر ده لو بصينا حواليه هنلاقي فيه مادة عازلة بتفصل ما بين الترانسفورمر والدائرة اللي بعده وما بين الترانسفورمر والدائرة اللي قبله. طيب هو ليه عامل كده؟ وحتى البورد اللي جنبه دي أو البي سي بي اللي جنبه دي في ما بينه وما بينها مادة عازلة زي ما احنا شايفين، ليه هو عازل الدائرة بالطريقة اللي احنا شايفينها دي؟ في حاجة اسمها الماجنتيك كابلينج أو الاتصال المغناطيسي، ده بيكون في الترددات العالية زي التطبيق اللي احنا شايفينه ده، ده عبارة عن باور سبلاي لدايرة بيخرج 18 فولت، والتردد اللي شغال بيه بيكون من 120 كيلو هرتز ل 300 كيلو هرتز، ده تردد عالي نسبيا في دوائر الباور. طيب ايه اللي بيعمله التردد العالي ده؟ لما التيار بيمر خلال الترانسفورمر في بي التيار العالي ده او بي التردد العالي ده بيولد مجال مغناطيسي قوي او مجال مغناطيسي متغير بسرعة الفريكوانسي اللي احنا شغال عليه او التردد، وبالتالي لما بغير المجال المغناطيسي بالسرعة العالية دي بيحصل اتصال ما بينه وبين المكونات اللي حواليه. بمعنى لو مررنا تيار في الملف اللي قدامنا ده وكان الملف ده في دايرة والدايرة دي فيها حواليها دوائر تانية زي مثلا في مقاومة هنا وفي مكثف وفي ملف تاني والدايرة دي منفصلة عن الدايرة اللي قدامنا دي أو الترانسفورمر أو المحول يعني أو الاندكتور أو الملف. التيار لما بيمر هنا بتردد عالي بقيمة F عالية بيولد مجال مغناطيسي حوالين الملف ده. المجال المغناطيسي ده بالتردد العالي ده لو قطع أو اتصل بدايرة تانية، بمعنى يعني ايه قطع دايرة تانية؟ أوائل الدوائر دي بيكون زي ما احنا شايفين في تراكات أو خطوط من النحاس واصلة ما بين المكونات وبعضها. الخطوط دي لو قطعها مجال مغناطيسي بيتولد فيها تيار بيعاكس التيار اللي موجود خلالها، وبالتالي المكونات التانية بتتأثر بالمجال اللي بيولده الترانسفورمر أو المحول أو الملف اللي موجود قدامنا ده، وبالتالي بيكون تيار بيعاكس التيار الرئيسي الخاص بالدايرة دي، ده اسمه الماجنتيك كابلينج أو الاتصال المغناطيسي وتأثيره على الدوائر.